السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهديني ومتابعيني الكرام، مشاهدين برنامج نيفين والناس. رجعت لكم تاني في برنامج نيفين والناس، وانتوا عارفين ان برنامج نيفين والناس لكل الناس. تعودنا مع بعض نطلع بمشكلات ونحل المشكلة، المشكلات اللي بيجيلنا عن طريق الواتساب او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. مشكلة النهاردة جاتنا من سين ميم عين، بتعرض مشكلة قابلتها في حياتها. كان أساسها والدها اتعرض للتهم يعني في قضية مخدرات، وكان سببها ان هي كانت مخطوبة لحد والشخص دون قام بابتزازها، فمن هنا طرأت علينا المشكلة. اقترحت علينا المشكلة وعايزة مننا الحل، فتعاملنا المشكلة زي ما انتم متعودين معانا، هنعرضها لكم بفريق اعداد ورشة اعداد ممثل اللي هم جسدوا المشكلة معانا. وبعد ما نتفرج على المشكلة هنطلع مع بعض ونشوف الحل، وهنستنى آرائكم ومقترحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. صباح الخير يا ابني. ايه معايا؟ انت لسه نايم ولا ايه؟ ما نمتش من امبارح والله يا عم عبده، ما تاخذنيش. وما نمتش ليه؟ كنت سهران فين؟ الحكومه كانت خاربه الدنيا في الشارع، كانوا بيدوروا على مخزن مخدرات. مخزن بحاله؟ مخزن مخدرات، انت ما شفتش حاجه يا عم عبده؟ ده الدنيا كانت مقلوبه، دبابات ومدرعات وطياره وهليكوبتر. بس ما لقوش حاجه. استر يا رب. يلا يا ابني خلينا نشوف اكل عيشنا، اطلع ورش قدام الدكانه. يلا يا عم مش ناقصه حوارات على الصبح، اخلص. ما اطفح اي حاجه الاول يا عم عبدو. ايه النيله اللي احنا فيها دي؟ انت مش فالع غير في الضهر. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما باكلش فاهم، ما باكلش. ده ولا شعر يا رحم. السلام عليكم. مالك يا حدوته؟ اهلا 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 اهلا. ازيك استاذ جابر؟ النبي وحشني والله. ليك وحشه انت اكتر. ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه يا حماده؟ الحمد لله يا معلم. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه في الشغل الجديد؟ الحمد لله، تعيني كده ربنا يثبت اقدامك يا رب. ربنا يثبت اقدامك ووفقك يا ابني. انت عارف لسه ما استفدتش وانا لسه بعقد. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. امين يا معلم. شوف يا ابني عم جابر عايز ايه؟ انت تؤمر يا احلى استاذ في مصر. الله يكرمك. انت عايز يا عم مكرونه ولبن وزيت وبيض ولحمه مفرومه وفرخه حلوه كده. هترم عظمك النهارده يا حاج ولا ايه؟ اعمل ايه بقى؟ حكم الاوعى ضعيف ام احمد مصره النهارده تعمل لنا مكرونه بشاميل وفرخه مشويه. بألف هنا وشفا. الله يكرمك. بألف هنا وشفا. الله يخليك يا حاج. ايوه الاخر ده ماشي شغال ماشي. الله يبارك لك يا حدوته، دايما كده والله اصيل. الله هات مخلل كمان يا ابني يفتح نفسنا. يلا شوف لي بقى حسابك ايه يا حدوته. خليها علينا المره دي. الله يكرمك. الله يكرمك. تخرك علينا ده رزق وبلونه وخير ربنا موجود. الله يكرمك يا رب. 120 جنيه يا حاج. الله يخليك يا حدوته. الله يخليك يا راجل يا طيب. ادي المية وادي العشرين ودي كمان عشانك يا حدوته. سعرك زي الفل. شكرا يا حاج. الله يكرمك. تأمرك متراحك. شيل يا عم هو انا اللي هشيل. الله يخليك. شكرا يا حاج. سلام عليكم. الله يبارك لك. الله يخليك. بتاع مين ده يا حاج؟ بتاع مين ده؟ بتاع مين؟ هو انت على طول كده؟ ده انا شويه شويه هاجي مش هلاقي اللقمه. انت باصص لي في اللقمه. ايه النيله اللي احنا اهو اهو؟ عايز تقوم؟ عايز
سم. خدهم كمان بالمره، خدهم انت هتخليني على البلاطه. كويس يا احمد اني جبت الطلبات انت وابوك، احنا كمان عارفاكم. جبنا لك الفرخه العيديه اللي انت عايزاها، واللحم المفرومه، والمكرونه في يا جابر، واللبن. بس كفايه، انت ناقص تحاسبني عليهم يا راجل. ده عبد الله لوحده واخد شقلك فلوس قد كده. يا ساتر يا رب عليك. اوف، والجو نار نار. مالك يا احمد؟ تعبان جدا وهموت من جوع يا ماما. يا منى بنت، يا منى يا منونه، قومي يا قلب امك هتتاخري على الجامعة. يلا يا حبيبتي قومي. صباح الخير يا حوزة. قلبي يا نير. صباح الفل يا حبيبتي. جامعه ايه اللي بتقولي عليها؟ جامعه ايه؟ جامعه عندي محاضرات تانية وعلى الساعه 2 كده ان شاء الله. خلاص يا فلحوصه، غلطنا في البخاري يا اختي. انا عمال بسبح عشان خلاص امشي. قوم يا حبيبتي، ربنا يرضى عليك واشوفك احسن دكتوره في الدنيا. دكتوره ايه يا ماما؟ دكتوره ايه اللي في كليه اداب؟ اللي جاب طب بقى مش في طب. يا بنت ربنا قادر على كل شيء. قوم يا بنتي يلا. ان شاء الله. ايوه روحي. ايوه يا بنتي. وحشتيني قوي 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 قوي. هترجعي امتى من الجامعه يا روحي؟ حبيبي انت كمان وحشني موت. بس يا بيبي انا في الجامعه هخلص ابحاث بس اقدمها وهرجع على طول. حبيبة قلبي انت وحشاني جدا جدا جدا. لمسة ايديك وحشاني، عيونك وحشاني. منا انت بعيد عني قوي كده. منا احمد بس بقى، انا بتكسف. بعدين انا في الشارع، بلاش بقى. بس اسكت. طب يا قلبي، حبيبة قلبي، ترجعي لي بمليون سلامة. اه صحيح. ايه يا روحي؟ عدينا على ابوكي ونفعناه. احنا طالعين. ما انتوا بتسكنونا وتبيعولنا ومكسب من الكل. بيع ومحل وإيجار، اتنين في واحد. يا سلام يا خويا، وحد قالك تشتري من عندنا؟ يا سلام. بقى كده. ماشي يا حبيبة قلبي، ترجعي لي مليون سلامة. طب يا روحي، أنا جاي على طول. ترجعي لي بسرعة بقى منا، أنا متوحشاني قوي 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 قوي. خلاص بقى أنا جاية، يلا بقى عشان أخلص الحاجات وألحق أروح. سلام يا حبيبتي. تعالى يا شريف. تمام يا باشا. عملت ايه؟ جبت ورد الحرز ولا لسه؟ حرز. الواد من عدن ولا قشر؟ ابيض. امال في الواد حمدي قلت لي مشغله عليهم تمام، امال ايدك منه؟ يا باشا التشكيل ده انا هجيبه، والقضيه دي بتاعتي. اسمع يا شريف، القصه دي لازم تخلص. الوزاره شافت خبر بيها وانا مش عايز مشاكل. انت سامع؟ تمام يا باشا. جبت الواد حمدي عندي في المكتب واروح اعلقه. اتفضل. تمام يا باشا. بنتي يا منى، سيبك يا بنتي من البتاع اللي لازم في ايديك ده. ليل مع النهار بيقول على الفسفوس بوكس يا اخويا. فسفوس بوكس اسمه فيس بوك مش فسفوس بوكس. ما تقوليش كده قدام حد عشان ما حدش يضحك عليك يا ماما. وبعدين يعني اني هعمل ايه؟ انا قاعده لوحدي طول الوقت، انا سالي نفسي مع اصحابي، ما ماليش اخويا. قدر ربنا يا حبيبتي، قدر ربنا. هنعمل فيه ايه؟ روحي يا قلب امك، ربنا يحب فيكي خلقك. جرايه يا واحد، انت قلبتيها حزنك يا ليه؟ في ايه؟ ده قدر ربنا. وبعدين انت اغلى عندي من 100 عيل. عمنا يا قمر. في ايه يا راجل؟ انت هتقلبها معاكسات ولا ايه؟ البنت قاعده. عكس الموز ده قدامي يا عمر. بنت انت يا بنت عيب كده. اسيبك تعيش الجو مع بعض. شوف البنت، شوف البنت بتقول ايه؟ تكدب عليا يا ابن الكلب. انا اسف يا باشا، انا اسف. شغلني يا حمدي. انا اسف يا صاحبي. باشا بتسوحني يا امك. والله ما اعرف اي حاجه يا باشا. فين البضاعه يالا؟ صابر يعرف كل يعرف كل حاجه. ايه والبضاعه اتبخرت؟ هو اللي معاه البضاعه يا باشا. حمدي انا عايز كل حاجه عن صابر. ماشي يا باشا. كل نفس. ماشي. الدبانه في الحته اعرفها. ماشي يا باشا. فاهم؟ ماشي. خلاص يا حسن خده. شكرا يا باشا، شكرا يا باشا. اه يا قليل الادب. انا ليه يا حبيبي؟ عملت ايه؟ ايه عملت ايه؟ ايه اللي انت بعته قدامي ده يا احمد؟ ده اللي انا عاوز اعمله مع اجمل واحلى زوجه في الدنيا. يا خبر يا احمد. بس بقى، وبعدين ايه الجو القديم ده؟ زوجه منا حبيبتي
احنا خلاص هنتجوز. بحبك بس بطل قلة أدب بقى. قلة أدب؟ قلة أدب دي دمي. اسمع. تسلم ايدك يا عنيه. بصراحة المكرونة كانت ايه وين. خلصت مع بنت البقال يا روميو؟ وخلص مع اللي خلفوها كمان. حبيب قلبي حماده تعالى حبيب ابوك اقعد جنبي. وهنفرح بخلفتك امتى يا سي روميو؟ هو ابنك هيخلف؟ يا عم حسن، يا عم حسن ايه؟ ايه يا عم احمد في ايه خير حصل ايه؟ ازيك يا صبري؟ شريف بيه؟ عامل ايه؟ خير والله. ايدك يا عم حسن انت يا عم احمد انت عشان حرام. انت مش حرام يا صبري. بس اللي احنا عايزين بنجيبه يا حمار. على عيني يا باشا. خير يا باشا في حاجة؟ في البضاعة اللي معاك يالا. الله يا باشا انا شفتها ولا بستعطاها. شفتها الى الله. يا عم احمد. نضيف يا باشا. شفت يا باشا؟ مواطن شريف ونضيف اهو. مواطن. والله اتنجرت يا صبري. على عيني حكومة. هات ياض شاي للباشا والرجالة اللي معاه. لا الشاي ده يا حبيبي هنشربه بس في المكتب عادي. لا يا باشا مش على قلبي. طاقتك ياض. لا يا باشا تابع يا باشا. بلديات. تابع. بلديات يا عم احمد. روح روح يلا. يلا. يا باشا حكومة. باشا. يا عبد يا عبد شوف لك ترفع معاملنا دي. البنت يا اخويا انا حاسه انها مش طبيعيه خالص. حاسه زي ما تكون ملموسه ولا حد عمل لها عمل. عمل ايه ولا ايه انت هتخرفي؟ دي كده بس من المذاكره. لا يا عبد مذاكره ايه وانا ما اعرفش بنتي وهي بتذاكر؟ لا انا بنتي ملموس. بنتي عليها عفريت. عليها عفريت يا عبد. هنسيب البنت دي مننا؟ يا بنت عليها عفريت. يا وليه اهدي شويه اهدي اهدي. انت قلبتي عباسيه خالص. اهدي اهدي. صلي على النبي. احنا ان شاء الله هنروح السيدة ونفرق عيش ولحمة. ده كده بس بتكلم حاجة من صاحبتها او من مذاكرة. لا يا عبد لا لا انا بنتي عليها عفريت. انا مش هسكت انا مش هسكت. انا بنتي عليها عفريت يا اخوي. سيب البنت ده مني. لا يا عبد البنت عليها عفريت. وليه قلبك عباسية خالص؟ تبيعها في الزريبة يا استاذ. هاتها فالح. حاضر. بعني الحكومة يا كلب. أنا لم أكلك ومعادك في بيتي. تبعني وعب. زيك يا أحيا. الله يسلمك يا باشا. باشا استغفر الله العظيم. انت هتكفر. اللي بيرحم العباد ربنا بس. أنا لا يا معلم. لا يا معلم. معلم معلم انا ممكن اغفر لك اي حاجه اي حاجه الا انك تقول لي يا معلم. معلم دي معناها شيلوا الكلب ده. حاضر يا استاذ. الشنطة من ايديا لايديك لتحت السرير من غير البيت ما تضرب. وياك يكون حد في الشقة فوق لي كده. حاضر يا استاذ الكل. حاضر يا ابويا كبير. في قلت ايه يا جابر؟ قلت ايه؟ وجبناها وصبر اعترف عليك.
صابر مين ده يا باشا؟ صابر بتاعك. صابر بتاعي مين يا باشا؟ انا مدير عام في الهيئه العربيه. عارف. انا موظف حكومه. عارف. وتاجر مخدرات. تاجر مخدرات. اه تاجر مخدرات. فين الاثبات عليا حاجه زي تتمسك عندي حاجه ولا تمسك عليا حاجه؟ انا عندي الادله. قلت ايه؟ يا احمد اللي انت عملته ده ازاي تعمل فيا كده؟ ينفع؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اسمعني بقول لك عليه كويس. لو جبت سيرتي في الموضوع ده باي حرف ولا باي كلمه هبعت الفيديو اللي انا بعتولك ده على الواتس، هبعته والعالم كله هيتفرج عليه وفضحتك هتبقى بجلاجل. فيديو يا احمد؟ فيديو ايه؟ اتفرجي عليه كويس يا قطه. على العموم الشنطة عندكم. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مصورني؟ تمام يا حلوة؟ انت مصورني؟ انت اللي عملته ده؟ اتفرجي علي يا قطة. سلام يا قطة. اللي انت عملته ده لكم تاني ومعايا الورود والبراعم الجميلة الأبطال كاس مصر ونتعرف عليهم. معايا الأستاذة مين بقى اللعيبة الجميلة؟ اسمي منى محمد مصطفى علاء. واحدة واحدة كده يا منى عشان نسمع اسمك كويس. اسمك ايه؟ منى محمد مصطفى علاء. عندك كام سنة يا منى؟ عندي 7 سنين. في مدرسة ايه؟ حرية. حلو. الأستاذة؟ مرستة فهيمة عشمان. هو شوف مستنى كام؟ في بريمري 1. وعندي كام سنه؟ 7 and a half. 7 and a half. تعرف باللعيبه الجميله؟ اروى محمد سعد. ما سمعتش كويس. اروى محمد سعد. اروى محمد سعد. سنه كام يا اروى؟ سنه اولى. انتوا كلكم نفس السن ولا في حد كبير عن التاني؟ كلكم بتلعبوا تحت كام سنه؟ 7 سنين ولا 8 سنين؟ لا 8 سنين. 8 سنين. الفريق بتاعنا النهارده منقسم لقسمين، عندنا فريق تحت 8 سنوات وفريق تحت 7 سنوات. اللعبة بتاعتكم اسمها ايه؟ لعبة جمباز. جمباز. بس ليه مسمى تاني غير الجمباز؟ اسمه ايه؟ جمباز ايه؟ جمباز ايروبيك. الجمباز الايروبيك. بتلعبوه فين؟ بتلعبوه فين؟ في نادي التنمية. نادي التنمية. في نادي التنمية. قولوا لي بقى مين اللي رشحكم يعني ان انتوا تلعبوا؟ مين اللي قالك تلعبي اللعبة دي؟ بابا وماما. بابا وماما اللي قالك روحي العبي اللعبة دي ولا انت اللي اخترتيها؟ انا اللي اخترتها. انت اخترتيها؟ وانت يا رورو؟ انا شفتها على النت كتير فعجبتني فبابي شجعني ومامي برضو فانا دخلتها وعجبتني. حلوة قوي. وانت مين اللي رشحك للعبة؟ انا كنت بحب الجمباز فكنت بلعب. طب انت شفتيه فين اصلا عشان كده عجبك؟ انا كنت بشوفه، كانت ماما بتوريهولي. ماما بتفرجك عليه؟ طيب قولي لي يا منى، اول مره روحتي النادي فيه عشان تشتركي بقى قابلتي الكابتن بتاعك دلوقتي ولا قابلتي حد تاني؟ ايه قابلتي مين اول لما روحتي عشان تلعبي اللعبه؟ قابلت الكابتن. قابلتي الكابتن بتاعك اللي هو اللي بيضربك دلوقتي ولا حد تاني؟ الكابتن بتاعي. الكابتن بتاعك. وفهمتي اللعبه بسرعه وتعلمتي بسرعه ولا كان عندك مشاكل في اللعبه؟ لا اتعلمت اللعبه بسرعه. اتعلمتيها. وبالنسبه لك بقى اللعبه صعبه ولا سهله؟ سهله. سهله. يعني انتوا اتدربتوا قد ايه؟ 4 شهور. 4 شهور؟ اه. على ما وصلتوا للبطوله؟ اه. طب وقت البطوله بقى، يعني انا عايزه بقى عايزه اسالك انت بالتحديد وقت البطوله بقى، اليوم بتاع البطوله ده انت كان احساسك ايه وانت رايحه تلعبي وتمثلي بقى مصر يعني؟ كان احساسي ان ان شاء الله كنت هاخد الدهب وان شاء الله جبت الدهب. ده انت كنت متاكده؟ متاكده ان انت كنت هتاخدي الدهب؟ طب ماروسكا، لحظه استلام الكاس بقى وانتوا بتستلموا الكاس كنت شعورك ايه؟ كنت حاسه بايه؟ كنت انا فرحانه عشان انا كسبت. منى، كنت عارفه انك هتكسبي؟ ايوه كنت عارفه ان انا هكسب دهب. دهب. وكنت عارفين ان انتوا هتاخدوا بطوله كاس مصر؟ اه. اللعبه جميله؟ جميله. طب لو فكرتوا تلعبوا لعبه ثانيه هتختاروا نفس اللعبه تاني ولا مش عايزين الجمباز وتاخدوا لعبه كمان؟ لا لعبه الجمباز. طيب نفسك بعد كده تطلعي ايه؟ دكتورة. دكتورة. وانت دكتورة برضو؟ لا مش معقول انت كمان دكتورة بقى. لا انا ظابط. ظابط. انت بتحبي تبقي ظابط؟
عشان ايه تبقى ظابط؟ عشان احمي بلاد مصر. الله عليك، تحمي بنات مصر ولا بلدنا مصر؟ بلاد، البلاد. تمام تمام. وبتحبوا بقى بتاكلوا ايه؟ بتشربوا ايه؟ يعني في الفتره اللي انتوا بتتمرنوا فيها دي بتاكلوا حاجات معينه ولا بتاكلوا كل انواع الاكل؟ حاجات معينه. حاجات معينه. حاجات معينه. اه يعني انت مثلا يوم التمرين الصبح بتاكلي ايه يا منى؟ كنت باكل طعميه وفول. حلو. وبتنجان. وكمان وبتنجان، ده انت شاطره خالص. طيب وانت بتاكلي ايه؟ ماروسكا. لا دي اروى. اروى. كنت باكل سندوتش جبنه قبل ما اروح. سندوتش جبنه بس وانت رايحه التمرين؟ وبشرب اللبن. انت شاطره بتشربي لبن، اهم حاجه اللبن. طب كنت بتجوعي بعد ما تروحي التمرين قبل ما تلعبي بتعملي ايه؟ كنت بشرب ميه وبدخل التمرين. اه طيب بالنسبه بقى يا ماروسكا للدراسه، لو عندك دروس في اليوم ده بتعملي ايه؟ يعني التمرين بيكون بعد المدرسه بنص ساعه، فانا بعد ما بخلص المدرسه بلبس بيكون ميعاد التمرين جه فانا بروح على التمرين. طب بالنسبه بقى للواجبات والدراسه والحاجات دي كنتوا بتعملوها ازاي؟ بعد التمرين. بعد التمرين. بعد التمرين كنا بنعمل. بعد التمرين كنت برجع وبعمل المذاكره. بلبس وبعد كده بعمل المذاكره على طول. يعني ماما ما كانتش بتقول لكم لا ما حدش هينزل يروح التمرين غير لما يخلص الواجب ونخلص الحاجات اللي علينا وبعد كده نروح التمرين ولا ايه؟ لا خالص. طب امتى بتبقوا زعلانين وانتوا رايحين التمرين؟ ما فيش ولا يوم. ولا يوم زعلتي وانت رايحه التمرين؟ اه. ولا انت كمان؟ اه. ولا انت؟ ازاي يعني تبقوا مبسوطين وانتوا رايحين تتمرنوا ولا عشان رايحين النادي؟ لا احنا عشان رايحين النادي ويتمرن. الكابتن بتاعكم بقى بيتعامل معاكم طول الاسبوع ولا وقت التمرين بس؟ لا وقت التمرين. وقت التمرين. اه يعني انتوا ما بتروحوش النادي غير وقت التمرين بس؟ اه. بتروحوا كام يوم في الاسبوع؟ ثلاث ايام. بس اللعبه بتاعتكم حلوه، انا شفت اللعب بتاعكم هايل جميل، يعني اتعلمتوه بسرعه ولا خد منكم وقت؟ اتعلمتوه بسرعه. اه. طب يعني انتوا تعرفوا ايه عن الجمباز؟ يعني مثلا ممكن انا العب، ممكن العب جمباز يعني النهارده لو انا قابلت الكابتن بتاعكم النهارده وقلت له خدني معاك بقى في فريق الجمباز ده، ايه رايكم؟ ممكن ياخدني ولا انا كبرت ولا ايه؟ مش هينفع عشان حضرتك كبرت. عشان حضرتك كبرت؟ ليه هو مفيش كبار بيلعبوا جمباز خالص؟ لا هو في كبار بس في بس مش بس كبار قوي يعني. او يعني مش قد يعني، يعني قليلين شويه صغننين شويه صح؟ اه. قصدها ايه بقى؟ قصدها ان الناس اللي بيلعبوا جمباز رفيعين شويه بقى صح؟ اه. قصدها كده صح؟ لا يعني صغننين شويه. صغننين في السن. اه طيب نفسك تحققي ايه في البطولات؟ نفسي اخد كاس مصر. ما انت خدتي كاس مصر، عايزه ايه تاني بعد كده؟ اطلع بطلة العالم في الجمباز. الله، بطلة العالم في الجمباز، هي دي فعلا البراعم الواحد نفسه بتتفتح كده لما يسمعها ويشوفها في التقدم ده وفي السن ده بالذات. وبالنسبه لك يا ماروسكا نفسك تحققي ايه في لعبه الجمباز؟ بطلة العالم في الجمباز. بطلة العالم في الجمباز، ان شاء الله ابطال العالم. عندكم بطوله قريب؟ ايوه. نسمع منك يا ارى. ايه عندك بطوله ايه؟ بطوله البطوله اللي جايه هتلعبوها امتى؟ لسه ما نعرفوش. لسه ما اتحددتش. عندكم بطوله الجمهوريه ولا ليها سن معين؟ ايه لا بطوله الجمهوريه لا هو ليها سن معين. ليها سن معين. انتوا تحت 8 سنين ولا 7 سنين؟ 8 سنين. طيب الفريق بتاعكم كان مكون من كام بنت؟ 10 بنات. كلكم في سن واحد ولا السن مختلف؟ لا خمسة تحت السبعة وخمسة تحت الثمانية. طب هي قالت عليا مش هينفع ان انا العب جمباز، طب ينفع امرن؟ ينفع امرن يعني؟ يعني ينفع ادربكم؟ ادرب فريق، اعملي فريق جمباز كده وادربه ولا برده مش هعرف؟ لا ده عادي. ده عادي؟ لا مش عادي، لان هو ليه ناس متخصصين وليه مدربين متاهلين كويس ان هم يدربوكوا، مش اي حد كده يجي يقول انا عايز ابقى مدرب فبيبقى مدرب صح؟ هو ينفع بابا يقوم الصبح يقول انا عايز ابقى مدرب جمباز وهينفع يبقى مدرب جمباز؟ لا لا. ايه رايك يا ماروسكا؟ لا. وانت يا منى بابا بيشتغل ايه؟ بابا بيشتغل ظابط. بابا ده انت عشان كده عايزه تطلعي ظابط بقى صح؟ واخدها يعني سلك العيله. وبالنسبه لك بابا بيشتغل ايه؟
بابا انا مش بساله. مش بتساليه؟ معقوله مش عارفه بابا بيشتغل ايه؟ انت كمان بتساليش؟ لا انا عارفه. بابا بيشتغل محاسب. محاسب. اه طيب ومين اللي بيروح معاكوا النادي بقى؟ يعني بالنسبه لك كده يا قرو مين اللي بيروح معاك النادي؟ بابا ولا ماما؟ ساعات ماما وساعات بابا او ساعات بتيجي معايا تيتا. ساعات بتيجي تيتا كمان. اكيد انت بتبقي فرحانه اكتر وهي تيتا اللي معاكي صح؟ اه. ومين اللي بيروح معاكي يا مرسى؟ ساعات مامي وساعات الاتنين مع بعض بابي وماما. اه طب انا عايزاكم النهارده تقولوا كلمه للكابتن بتاعكم لفريق الجمباز بتاعكم الكابتن اللي كان بيدربكم. عايزاكم تقولوا كلمه كل واحده تقول له كلمه كده حلوه. عايزه اقول له عايزه اقول له شكرا. نعم؟ عايزه اقول له شكرا. عايزه تقولي له شكرا؟ اه. وماروسكا عايزه تقولي ايه للكابتن؟ اقول له شكرا اللي هو دربني كتير علشان يخليني اخد الذهب. برافو. منى شكرا عشان هو اهتم بينا وخلانا ناخد الذهب. طيب وهنقول ايه لبابا وماما اللي هم خلونا نتدرب في الجمباز ونوصل لمصر؟ احب اقول لهم شكرا جدا ان هم قعدوا يعملوا لنا كل دوت عشان نبسط. منى تقولي ايه لبابا وماما؟ ربنا يخليهم لي وما يحرمنيش منهم ابدا. الله على كلامك الجميل يا منى. لا شاطره يا منى. وانتي قرو عايزه تقولي ايه لبابا وماما؟ عايزه اقول لهم شكرا ان هم عملوا لي كل حاجه عشان اعرف اتمرن. ربنا يخليهم لكم وان شاء الله نشوفكم في بطولات تانية كتير وتيجوا تنورونا في برنامج نيفين والناس. ماشي؟ ماشي. فاصل وراجع لكم تاني مع بقيه الفريق وما تمشوش وتسيبونا.
señoritas, bailan buena vida. Ya mi loco, vamos a bailar. En Chula Bamba, Fali Cachonamba, Viva Mexicana, América, hola. مشاهدين الكرام ورجعت لكم تاني ومعايا باقي فريق أبطال مصر الجمال اللي هم دلوقتي تحت سن 7 سنوات. خدنا الفريق الأول كان تحت سن 8 ونرجع نشوف الأبطال معانا. ومعانا كابتن الفريق، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا بحضرتك وعرف السادة المشاهدين. كابتن باسم أحمد، مدرب جمباز نادي الزهور، حصل بكالوريوس تربية رياضية الهرم، جامعة حلوان، دبلومة في التربية الرياضية، الماجستير في التدريب الرياضي. ما شاء الله، أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا في البرنامج. يا أنور حضرتك. ومعانا البراعم الجميلة، أتعرف بحضرتك. رودينا. رودينا، رودينا إيه؟ رودينا لوحدك كده؟ طب وبابا ظلمتيه معاكي وما جبتيش اسمه ليه؟ ها؟ بابا اسمه إيه؟ اسمك إيه بالكام؟ رودينا محمود سامي. بطلة كأس مصر؟ بطلة كأس مصر. أنت مكسوفة؟ مكسوفة ولا زعلانة؟ مكسوفة. لا ما تكسفيش، فكي ايدك كده وخليكي، احنا مفيش أي حاجة خالص، ما عندناش امتحان. اسمك ايه بقى؟ جنى أحمد محسن. جنى أحمد محسن، في سنة كام يا جنى؟ 6 سنين. لا في سنة كام يعني، أنت في سنة كام في المدرسة؟ في مدرسة؟ لا. ما رحتش مدرسة خالص؟ رحت بس أجزت. أجزتي؟ أه. أنت في كيجي ولا في أولى ولا في إيه؟ كيجي. في كيجي. في كي جي؟ في كي جي 1 ولا 2؟ كي جي 1. كي جي 1. اه. خدت اجازه بقى عشان كورونا وكده ولا خدت اجازه عشان انت مش عايزه تروحي المدرسه؟ عشان المدرسه مش حلوه. طيب نكلم بابا في الموضوع ده يوديكي مدرسه حلوه. الجميل اللي مش زعلان ده وحلو ومبتسم كده. قولي لي انت في سنه كام؟ كي جي 2. كي جي 2؟ بتروحي المدرسه ولا مش عاجباك المدرسه انت كمان؟ لا حلوه. حلوه؟ جميل. كابتن باسم، والله انا سعيده فعلا باللي حضرتك قدمته مع الفريق الجميل ده. وانا عن نفسي انبهرت لما شفت اطفال في السن ده بيقدروا يعملوا الالعاب والحركات والحاجات اللي انا شخصيا ما كنتش عارفه عنها حاجه. انا عايزه حضرتك الاول تعرفني او تعرف الساده المشاهدين يعني ايه جمباز وجمباز الايروبيك بالذات. يعني جمباز الايروبيك فرع من فروع الجمباز. يعني الجمباز عندنا كذا فرع، في جمباز فني. جمباز فني بينقسم الى قسمين، جمباز فني رجال وجمباز فني انيسات، وفي جمباز ترامبولين، وفي جمباز ايقاعي، وفي جمباز اللي هو الجمباز بتاعنا الجمباز الايروبيك. طبعا جمباز الايروبيك طبعا بيختلف عن بقيه الجمباز التاني، ان طبعا الجمباز الايروبيك ده جهاز واحد بساط واحد. لحظه بس كده، يعني جهاز يعني الايروبيك جهاز واحد؟ اكيد طبعا. يعني احنا عندنا اجهزه متعدده في الجمباز ولا ايه؟ يعني انا عايزك تشرح لي الجمباز نفسه عموما في العموم، وبعد كده ليه الايروبيك بقى ده على جنب. الجمباز اجهزه طبعا. الجمباز الفني ده اجهزه، فيه متوازي وفي عوله وفي ترامبولين. دي الانواع بتاعه الجمباز. في وفي جمباز الايقاعي. الجمباز الايقاعي ده طبعا بنات بس، ما فيهوش ولاد. طبعا الجمباز الفني فيه ولاد، فيه انيسات وفيه رجال. الجمباز الايروبيك بيجمع الاثنين، ولاد وبنات. اللي بيقبلوا عندنا على لعبه الجمباز بيجوا يختاروا بقى النوع على حسب ايه؟ ميولهم ولا سنهم ولا يعني؟ انا عايزه اعرف كده، يعني زي الاستاذه مثلا الجميله اللاعبه الحلوه دي اختارت الايروبيك ولا هو سنها اللي خلاها اختار الايروبيك ولا ايه؟ قولي لي اختارت الايروبيك ليه؟ ها؟ كنت عارفه ولا ما كنتيش عارفه؟ انت قلتش جمباز وخلاص والكابتن خدك ولا ايه؟ لا كنت عارفه. كنت عارفه ان انت رايحه جمباز ايروبيك؟ اه. اه. طب واخترتي لي ده بالذات؟ عشان جميل. عشان جميل، انت اللي جميله. طيب والاموره بقى؟ قولي لي، فكي ايديكي كده وخليكي معايا يعني. انا زعلتك في حاجه؟ عايزه شوكولاته؟ امال عايزه ايه؟ قولي لي، هو الكابتن بيخليكوا تاكلوا شوكولاته ولا ما بتاكلوش؟ ناكل حاجه حلوه بعد التمرين. بعد التمرين هو اللي بيجيبها لكم ولا بابا اللي بيجيبها ولا ايه؟ ماما وبابا. ماما وبابا. ما بتاكلوش محشي؟ لا خالص. لا. والكابتن ما قالكوش كله محشي؟ لا بناكل. بتاكلوا؟ بتاكلوه في البيت بقى ولا في النادي؟
في البيت. طب لما كسبتوا ما جبتوش حلة محشي كده وجيتوا عند الكابتن وقعدتوا كلتوها مع بعض ولا ايه؟ لا. ها؟ لا. ليه؟ عملتوا ايه بعد ما كسبتوا؟ انا عايزاك انت تقولي لي. هيا رودينا قولي لي. بعد ما كسبتي عملتي ايه؟ فرحتي. وانت بتلعبي كنت عارفه انك هتكسبي؟ اه. كنت عارفه ازاي؟ لوحدي. لوحدك كده قلتي انا هدخل وهكسب يعني هكسب، ولا ماما اللي قالت لك، ولا بابا، ولا الكابتن؟ لا الكابتن. الكابتن قال لك ايه؟ قال لي شدي جسمك. شدي جسمك، يعني شده الجسم دي اللي هتخليكي تكسبي؟ يعني انا شد جسمي اكسب ولا ايه؟ لا. قولي لي، ها؟ لو انا شديت جسمي هكسب؟ لا. امال هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه، مش هعرف اعمل حاجه. صح؟ كابتن باسم كان بيعمل معاكي ايه في التمرين؟ كنا بنعمل تمارين. كان بيعمل معاكي ايه؟ بيقولك ايه؟ بيزعقلك في التمرين؟ لا. امال كان بيقولك ايه؟ نعمل حركات كلنا. حركات كلكم؟ اه. اه، وكلكم بتعملوا حركه واحده ولا مختلفين عن بعض؟ لا حركه واحده. تتعلموها ازاي يعني؟ بيقولك هو الكابتن بيعملها ويقولوا اعملوا زيي، ولا بيعملها لكم ازاي؟ لا هو بيعمل بينا واحنا نعمل. اما الكابتن كبير هو بيعمل، امال يعني جت عليا انا ما اعملش؟ هو الكابتن كبير وبيعمل اهو. كابتن باسم قول لي، المشاكل اللي بتقابلك مع الاطفال في السن ده؟ المشاكل اللي بتقابلني مع الاطفال في السن ده ان هم طالعين من مرحله المدارس. تمام. في الجمباز، لان احنا عندنا في الاول بنعمل مدارس جمباز، فطبعا بالمدارس الجمباز دي بنعود اللي هي الاكاديميات، يعني اللي هي مش الاكاديميات، هي بتبقى مرحله مبدئيه لان ازاي نعود الطفل يعني ايه تمرين، يعني ايه رياضه، بس بنعلمها له عن طريق هيئه العاب صغيره الاول، وبعد كده بنبدا بقى ايه تمرين بنحطه له مثلا في نظام لعبه صغيره، وبعد كده بيبدا الطفل يتعلم مثلا يمشي رابط، يمشي نطط البطه، مش عارف يمشي على مشط رجله، يرفع ايديه، مش عارف ايه في الاول. لكن لما بيطلع بقى من مرحله المدارس يدخل مرحله مثلا الفريق، فالموضوع بيختلف تماما. وطبعا ده سن صغير وما يعرفش طبعا يعني بيتنقل من مرحله لمرحله، فطبعا مرحله المدارس ما لهاش ستريس، ما فيش تارجت انا عايزه مثلا، او ما فيش مرحله منافسات. لكن مرحله الفرق بيبقى فيه مرحله منافسات، ومطلوب مني ان انا اعلم مهاره معينه عشان هدخل بيها بطوله تبع الاتحاد المصري الجمباز طبعا. جميل. احقق بيها مستوى معين. المهارات دي بتبقى محتاجه بقى وزن معين، شكل معين مثلا في النمو في الجسم، بتختاروها على اساس ايه؟ احنا الاول لما بنيجي نختار من المدارس للفرق، فطبعا في اختبارات بدنيه وفي اختبارات قواميه، وبعدين في اختبارات المرونه. لازم نلعب الجمباز ده بنختاره يعني زي ما بيقولوا كده، يعني بالسنت زي ما بيقولوا. فطبعا بنختار الطفل، طبعا بنعمل له مثلا قياسات بدنيه، وبعد كده بنعمل له قياسات قواميه. يعني افهم يعني من كده ان هم ليهم يعني شكل خاص، ما اجيبش اي ولد مثلا يكون السايز بتاعه كبير شويه واقول انا عايزه اخليه يلعب جمباز. لا لا خالص طبعا. يعني ما ينفعش الوزن والطول السمنه طبعا بتاثر على اللعبه. طبعا ما ينفعش اجيب طفل مثلا الوزن بتاعه زايد والعبه جمباز، ما ينفعش. الجميل اللي زعلان وسرحان ده، انت قلتي لي اسمك ايه؟ جنى. جنى، انت يا جنى قولي لي، نفسك تبقي زي مين يا جنى؟ نفسك تطلعي ايه طيب؟ لا دكتورة. تطلعي دكتورة وتكشفي على العيالين؟ اه. ولا تتفرغي بقى للعب وتبقي مدربة زي الكابتن كده؟ لا دكتورة. الجميل بقى اللي عمال يضحك ده، نفسك تطلعي ايه؟ دكتورة. دكتورة وتكشفي على العيالين؟ وهتسيبي الجمباز ولا هتكملي فيه؟ لا هكمل فيه. هتكملي فيه؟ واحنا كمان هنكمل معاكم في برنامج نيفين والناس، وكل يوم حلقة جديدة مع مشكلة جديدة. ما تنسوش ان احنا بيبقى عندنا المشكلات الحقيقية فعلا اللي بتجيلنا على الواتساب وبتجيلنا على الولاد التانيين. لا ما سمعتش. بيبلغوني في الكنترول دلوقتي ان الولاد عايزين يدخلوا ياخدوا صورة مع زميلهم مع باقي الفريق مع الكابتن، فنسمح لهم بالدخول. اتفضل. انا بس عايز اقول كلمتين بصوت قبل ما البرنامج. اتفضل. تمام.
الولاد الجميلة دول اللي هم الورود والبراعم والمستقبل المشرق الجميل والضحكة اللي أنا شايفاها والابتسامة الحلوة دي اللي بتدينا كلنا الأمل وبتدي كل الأمهات والأبهات إن فعلا في حاجة حلوة بتتعمل، في ولاد حلوين طالعين وكلنا نقبل إن احنا نودي ولادنا يتعلموا رياضة، مش شرط تكون رياضة الجمباز لكن الرياضة كتير جدا وأنواع كتير. وأنا بشكركم كلكم وبشكر كابتن باسم، وإن شاء الله نتقابل في بطولات تانية كتير وتكونوا معانا هنا في نفس المكان في برنامج نيفين والناس. بشكركم. بشكرك، وحابب بس يعني كلمة بسيطة أختم بيها بس. اتفضل. أنا بشكر رئيس الاتحاد المصري للجمباز ورئيس الاتحاد الأفريقي طبعا الدكتور أبا أمين الأسوي على كل اللي بيقدمه لنا طبعا كمدربين وكلاعيبة، فأنا بشكره جدا 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 وربنا يوفقه في القادم إن شاء الله. وأنا بشكر حضرتك وبشكر الفريق الجميل ده وشكرا.